من سوق العمل لليوم صباح الخير، أكثر من فرصة عمل رح أذكرها. أول فرصة بالشياح لصيدل العمل بصيدلية معروفة مع خبرة بين 3 و 4 سنين بدوام بعد الظهر. للتواصل 03 773 889. منروح لدوحة عرمون حيث مطلوب مساعدة إدارية للعمل بشركة، مطلوب معرفة بالكمبيوتر واللغة إنجليزية. لإرسال السي في عبر واتساب 76184162. أما بالأشرفية مطلوب صبي للعمل كبارت تايم تيلي سيلز. لإرسال السي في الإيميل ajoni@ittrust-lb.com. فرصة جديدة للسوشيال ميديا كوردينيتور للعمل لدى شركة. لكل المهتمين اتصلوا على 03 773 889. وبالكويت مطلوب موظفة استقبال للعمل بصالون مع لغة إنجليزية، مطلوب باسبور صالح ولقاح. إذا مهتمات بهالفرصة اتصلوا على 716 899 931. ننتقل لفرصة عمل جديدة بنيو جديدة لسينيور لوجيستكس كوردينيتور مع 3 سنين خبرة على الأقل بمجال قريب. الإيميل لإرسال السي في careers@cargofuse.com. منروح على الدكواني حيث مطلوب صبية لبنانية للعمل بوظيفة إدارية بشركة كمبيوتر، الأفضل مع خبرة. الإيميل هو fadi@starpromotionlb.com. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @الجديد.tv. بتقدروا تراسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة إلكم.